معانا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. برحب بحضرتك في برنامج السادسه. اهلا وسهلا استاذ فارس، ازي حضرتك؟ سياده العميد مساء الخير. الله يخليك، مساء الخير يا فندم. يعني أهلاً. يمكن في جنوب افريقيا يعني حاله كبيره من الفرح بانتقال موسيماني لتدريب النادي الاهلي، وطلع في بيان الرئاسه قد ايه انه النادي الرائد في افريقيا، خطوه كبيره قوي لموسيماني انه ينتقل ليه. حضرتك يعني شايف الخطوه دي ازاي؟ اولا بس استاذنكم نهني الشعب المصري والجيش المصري العظيم بذكرى انتصارات اكتوبر، ودايما طبعا يا رب في انتصارات على طول، فلازم نهنيهم ونهني الشعب المصري. طبعا يمكن النقله دي او الاختيار ده ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكمله بالنجاح ويوفق لجنه الكوره في اختيارها ورئيس النادي في اختياره ومجلس ادارته ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله يكون اختيار موفق باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين وزي ما حضرتك بتقول وزي ما سياده الكبير قال، يمكن في حاله بقى لها 48 ساعه في افريقيا كلها. بالظبط. اعلام الافريقي كله بيغطي هذا الخبر يعني بفرحه قويه جدا، بفخر، يعني حاجه الواحد يعتز ان هو نادي اهلي، يعتز باللي هو مصري، لان طبعا ده يبين ثقل الدوله المصريه في افريقيا عامل ازاي، بيبين شعبيه النادي الاهلي في افريقيا شكلها عامل ازاي. وزي ما حضرتك بتقولي بدليل التهنئه اللي نزلها رئيس جنوب افريقيا، هي دي الرياضه. النادي الاهلي دايما عارف دوره ازاي، النادي الاهلي بيحترم تعاقداته، النادي الاهلي بيحترم مدربينه، النادي الاهلي بيحترم كل الاطراف. عشان كده النادي الاهلي يمكن ربنا سبحانه وتعالى وفق اللجنه بمجلس التخطيط وكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في الاختيار ده. يمكن احنا بقينا صاد، احنا كلنا رب، بس يا رب يكملها بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله. فطبعا احنا يعني سعداء بيه جدا. يمكن في بعد اخر انا كنت بتكلم فيه مع استاذ احمد النهارده، بعد يعني ده دور النادي الاهلي ودور الرياضه. انت دخلت في قلوب القاره الافريقيه قاره سمراء بشعبيه النادي الاهلي باختيارك ووضع ثقتك في مدرب افريقي، غيرت مفهوم المدرب الاوروبي. وان شاء الله باذن الله بنراهن، وباذن الله باذن الله ربنا يوفقنا، لان ربنا المطلع طبعا على الجهد اللي بيبذل عشان خاطر تحقيق حلم جماهير النادي الاهلي او تحقيق حلم الاهلاويه. سياده العميد، الشيء بالشيء يذكر يعني، وبما ان احنا بنتكلم على انه في يعني من ساعه الاعلان عن التعاقد مع موسيماني وفي اقبال من 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 اشقائنا في جنوب افريقيا على مواقع النادي الاهلي، وخصوصا ده يمكن بيتم مع اطلاق نسختين، نسخه بالانجلش ونسخه ثانيه بالفرنش. انا بقول لك يعني هي يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكلل الجهد وبيكلل النجاح وبيكلل التعب. احنا يمكن الاداره ما بتتكلمش كتير او ما تديش اعضاء مجلس اداره النادي تتكلم كتير، ولكن في تعب وفي جهد يمكن دي جت في وقت مناسب جدا، ان انت بتعلن عن صفحه النادي الاهلي الرسميه باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه في الوقت اللي الناس كلها النهارده، انت امبارح بالاحصائيات احنا عدينا ربع مليون او 300,000 اذا كان اكثر في المتابعه لصفحه النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي باللغه الانجليزيه والفرنسيه اللي هم في قاره افريقيا، عشان بيساندوا المدرب موسيماني في وجوده في النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي حط ثقته في مدرب افريقي نادي بحجم النادي الاهلي على مستوى افريقيا، بطل افريقيا حط ثقته. الكلام ده مش انا اللي بقوله دون تحيز، الكلام ده الناس هي اللي بتقوله. طيب رئيس جنوب افريقيا قال كده بنفسه. طب انا عايز اخد النقطه الاولى والنقطه الاخيره، هدمجهم في بعض كده، وفيما يتعلق ب انا متفق مع حضرتك طبعا جمله وتفصيلا في فكره انه في حاله فرحه انه الاهلي بيختار مدرب افريقي يتولى مسؤوليه الاداره الفنيه على مستوى القاره كلها، مش بتكلم على مستوى جنوب افريقيا، يعني بيتهيألي حتى معظم دول القاره هيبقى في استحسان لحاجه زي كده، ونتمنى انه التجربه دي تنتشر. الجزء خلي بالك يمكن التغطيه الاخباريه مش اعلام رياضي فقط، لا في اعلام اعلاميين سواء في المجال الفني او المجال السياسي مغطيين هذا الخبر على مستوى قاره افريقيا، فده لازم يعني كلنا نبقى فخورين. طيب ده ثقل دوله مصر، حاله القبول والاستحسان دي مع الجزء الثالث اللي احنا كنا بنتكلم فيه انه ده بيساهم بشكل او باخر مباشر او غير مباشر في زياده شعبيه النادي الاهلي في القاره الافريقيه اللي بعتقد انها واحده من اكبر الشعبيات، يعني بعتقد النادي الاهلي من اكبر انديه جماهيريه على مستوى القاره. ازاي من الممكن ترجمه النقطتين دول تحديدا من الناحيه الاستثماريه؟ ازاي ده ممكن احوله يعني لغه بيزنس او لغه اقتصاد في انه انا انمي موارد النادي؟ لا يعني شوف برضه يعني دي اكيد احنا عندنا طبعا دكتور سعد شلبي في اداره التسويق، دكتور سعد شلبي اكيد الخبر عنده، اكيد هو بيجهز دلوقتي ازاي هيبدا يتحرك مع رئيس النادي كابتن محمود الخطيب ويحط تصور ازاي النادي الاهلي يبقى موجود بقى ونستغل هذا الاستثمار في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ولكن احنا طبعا دلوقتي كلنا
كل الدعم للجهاز الفني لكره القدم، كل الدعم ان شاء الله باذن الله عشان يحقق طموح الجماهير النادي الاهلي باذن الله. هتلاقي كل ده تباعا بعد كده ان شاء الله باذن الله، هنرجع على كل المحاور. تجربه نتمنى لها النجاح والتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.